فيش مبرر الحكايه. اما نقطه ما زلنا ما فهمناهاش اليوم عام 2020 في البلاد هذيا، كي نحكيوا على دور المراه نصف المجتمع ونحكيوا على المراه اللي موجوده في برشا ميادين، علاش اليوم ما زلنا نلقاو في الزواج نوع من نتهنى عليها في عمر 14 و15 سنه؟ شو تعرف هي من الزواج ومن مؤسسة الزواج وغيره؟ تكون حاضرة معنا هند، عندها ما تحكي في الحكاية هذه. مرحبا بك هند، شنو حوالك؟ تحياتي، لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. خلينا نتعرف عليك هند، شنو في الدنيا؟ قديش عمرك؟ والله عمري 20 سنة. هاي؟ متلقة. أها. خدمة. تبدأ. باهي. معلش ما شفتش خدمة. دارنا ما خلونيش، عنا مرأة مطلقة تخدم عيد، حرام مرأة مطلقة كي تخدم. عايشت. خلنا نبداو من الأول يا هند، نبداو من البداية، خلنا نفهموا علاش قيت صعوبة من بين عمر 14 عام، شنو اللي صار بالضبط؟ والله كنت صغيرة، بالحق صغيرة. أي. وعرفت روحي اللي أنا كنت صغيرة كان توا بالحق راهو. باللي باش نحكي وباللي باش نوصف امبوسيبل، معناه انسان يحس بيه اللي مر بيها التجربه. انا طفله صغيره نقرا في سابعة بريسك هكاكا. وليت هيك اللي كنت انا مش في بلاصه وحاولت لبلاصه اخرى قبل كل شيء، خاطر كنت لاباس اموري مرتاحه ونقرا لاباس ماني مسمى حتى مشكله. كي حاولت انا المنطقه من غير ما نبقى نسميها وكل شيء، عندي هيك العقليه نتاع الطفله لازم تعرف صغيره طفله سي وصلت معناها نقولوا احنا سن البلوغ لازمها تعرف ما فهميش معناها تبقى تصور انت عمرها طفله 15 سنه 16 سنه سموها بايره هنا. حسيت نقرا في سبعه ليش كون قدم لي دارنا والله الحقيقة دارنا كنا معناها يا هند عارفة. حطني في الطبق شوية معاك، انتم في العائلة قديش من صغير وانت الكبيرة ولا انت الصغيرة؟ لا أنا صغيرة وأكبر مني أختي وعندي خويا. نفس الحكاية، أختك الأكبر منك عرست وهي صغيرة؟ إي أختي عرست وهي صغيرة. قديش عمرها؟ عرست ديسك 17 كي تاخذ 15. أما الحاجة اللي هي أختي منعت منها اللي هي الشخص هذيك اختارته وهي جديدها معناها. ممكن هيك الحاجة البيئة اللي في لحتي با؟ نقرأ في السابعة سافا دفورات مويان بيهي مانيش مستحق اني انا معنى نقولوا احنا مانيش قراية ولا حاجة باش نبطل سافا قرايتي. جاي شخص تقدم لي دارنا من الاول. تعرفوا الشخص هذا؟ لا ما نعرفوش. اول مرة تقابلوا؟ اول مرة يجي يتقدم لك باه؟ دارنا من الأول حسيتهم مش راضيين في نفس الوقت مش موافقين، عادي عادي الحكاية عندهم فهمت. ما نكذبش عليك وصلت معناها قلت لهم لا ونقرا ومازلت صغيرة ما نعرفش معناها اسم راجل والله ما نعرف شنو معناها. قداش بيناتكم عمر وقتها يا هند؟ عمري 16 كيكا. وهو؟ وهو بريس 23 24 والله عرفتي زيد قدم لي من الاول مش فرط فهموني حتى دارنا من دور خليل على راحتك حسيت هيك عماتي ودار جدي وعتي وعتي طفل لاباس بيا ما عادش تلقاها البقعه هذيك كل مره بدو ياثروا فيا كل مره بدو ياثروا فيا. لحظه بركة اقف هوني 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 عجبتني في صراحتك يعني نوعا ما ما فرضوش عليك لكن بداو يهمسولك بشوي بشوي. اي بداو يهمسولي فيها الحكايه. يزنوا عليك مره اثنين ثلاثه عشره. يضعفوا لي اصلا قصه يضعفوا لي حتى معناها في العباد كبار عميتي وجدي وجدتي كل شيء باش يحكوا لي فيه الموضوع هذاك. شنو كانوا يقولوا لك مثلا على العرس؟ ما انت عمرك 14 سنه، تعرف 14 سنه طفله ما زالت ما خرجت من الطفوله راه. مسالت اي القرايه شنو تعمل بها؟ اي شنو باش تصور بها؟ القرايه محسوب ولا حاجه في هون باش هيدا مش هدينا الدار وانت الناس الكل معناها تحس بك تلقى راجل كيما هكا ولاباس بيه وتو بالوقت معناها تتحب وتولوا وتعاشروا وكل شيء تو نسيك معناها قرايه يدري شنو
والطفلة منها إلا دار رجلها لغة يدي كل معنى. أنت كان عندك موقف لكن بشوية بشوية لا ما قبلتش والشخص ذيك باش ما نكذبش عليك معناها ومن حتى اللي غلطت راهو في حاجة خوفت إني نحكي معاه يبقيوا يظنوا عليا وكل شيء قلت مفيدش خليني تراه نعطي بالرغم اللي أنا بطلتش معناها شربت عليهم نبقى نقرأ ونحكي معاه نشوف إسكو أنا معناها مرتاحة معاه ولا حكيت معاه ما الانسجام ما فهميش جملة مش فاهمة صدقني حتى يقول لي كلمة هكا ما نعرفش أنا أي حكاية ما نبدا متغشة على أعصابي مانيش فهمتها شنو معناها. أنت في الشرق وهو في الغرب بعد مانيش فاهمة والله ماني فاهمة حتى موضوع شنو يحكي أصلا وعلاش ما تكلمتش وقتها قلت هي سيدة بعيدة علي ماهوش مش كومباتيبل معايا حكيت معاهم بطلوني من القراية فتولي تليفون سكوا عليا دار والله شنو بطلوك من القراية على خاطرك ما حبيتش تاخذوا بطلوك مش كانوا هما مخلينك على راحتك يا هند وقالوا لك انت تختار كانوا حاطيني على راحتي وفي بالهم اللي انا باش نمشي معاهم في الخط هذاك كي شافوني تبدلت معناها كي زدت حكيت معاهم ترفضت كومبليتمون مانيش زدت قربت له معناها قلت له انت ديريكتومون يا ولد الناس رانا بعض على بعضنا وتلقى الخير ان شاء الله اي حكيت معاه وصلت حتى اجيني قلت له للدار اجا نحكي معاه راني انا وياك امبوسيبل مانيش فاهمه اصلا مانيش هيك الانسان هيك نحكي معاك مرتاحه ولا حاجه راني مازلت مانيش فاهمه حتى شيء في الدنيا هذي انت متسمى انت اول انسان معناها حليت عيوني فيك بالحق يعني هي راه تصير يا هند ساعات القزوز بالناس ما فماش توافق بيناتهم ما فهميه مش فهمتها شنو هي حكيت مانيش فاهمه شنو معناها خطبه مانيش فاهمه شنو معناها هدف مانيش فاهمه شنو معناها انه انسان يبقى بحذاك ويبدا يحكي معاك والله مانيش فهمتهم هذا من الكل حسيتو حكيت معاه كل شيء هو ليه مكبش انا حاسي بيك ومثالش طب الوقت مثالش طب الوقت وصلت انا دار من حكيت معاه راني ما نجمش راني والله ما نجم الحكايه هذه وصلت اصلا حاولت اني ننتحر والله يعملوا لي ليه مثالش وتكبر وتو تعمل عقلك وتو تفهم وتو احنا هنا واقفين معاك تو فهموك شنو هكا وشنو هكا شي فهموك الوقت هذاك ما كنتش اني انا محتاجه اني ام توقف تحذية اللي هي تواسيني تقول لي ليه كمل قرايتك والا ليه به ما تقراش ما تخوش راجل ما يسالش ابقى في الدار ما تخوش راجل ما لقيتش الحنين ما لقيتش شكون انسان هيك اللي يحكي معايا اللي يوعيني بالعكس حسيته من الناس الكل الناس الكل معناها هيك بالعكس زاد دخلوك في بير والله مش هيك الانسان بالحق والله كي تفكرها ترى شنو احساس معناها هيك قمة الانسانة معناها تصور انت 20 سنة وفي جبتي طفلة عمرها عامين لا قراية لا مستوى نتاع خدمة لا حد شيء حتى ونجيوا هذاك توا الصوره نتاعك تويك اما خلينا نرجع بيك 6 سنين للتالي وقت عمرك 14 عام به فكلك تليفون تلقى روحك مسكر عليك اربع حيوت طفله لازمك تعرس بالراجل هذايا فرضخت في الاخر وافقت ما وافقتش مانيش ما عرفتش بالطريقه هذيك اللي حاجتهم بها هما شفت عملت لي ماكسيموم في بالي باش ننقذ روحي اللي ما تتصورش مشيت هربت لدار جدي يرحوا يجيبوني نحاول ننتحر يقولوا تصور ولات امي ترقد بحذايا باش انا ما نعملش حتى معناها حاجه اخر حاجه شو عملت شديت معناها خذيت تليفون قلت باهي قلت لهم باهي اوكي هاني مع الانسان هذاك باش هما ينقصوا الضرب باش ينقصوا عليا الدينجين قلت مش باش نعرف شو كان فما تعنيف يا هند كان فما ضرب برشا عنف باهي لحظه بركه بالله انا نعرف في كل عائله باللي باش تكون فما المشاكل هذه في كل عائله نعرف فما كبير فما انسان سامحني في الكلمه احنا نقولوا الحكيم العقلاني اكثر كان فما شكون في العائله كنت تنجم تحكي معاه انسان عقلاني اكثر والله ما فما حتى انسان
خوالك عمومتك حتى حد؟ لا خوالي، اي خوالي نحكي معاهم يقولوا لي اصبر شيماء ودرا شنو ودرا شنو، معناها ديما معناها اللي يصبروا فيه. انا ما لقيتش باش يعاونوني، ما بقاش يصبروا كهو، ما عاونونيش في حاجه، فهمت كيف؟ ياك الانسان معناها يقولوا لي ليش معناها اصبر تو بالوقت تو يفهموا، نسيبش عم تو تعمل عقلك تو انت تفهم داركم علاش عملوا هكاك. اما لقيتش الدعم. تلقى روحك بين عشية وضحاها مرت راجل عرست، عملوك عرس بالهلال وكما العروسات الكل. سامحني ما عرفتش بالشخص هذاك راني انا. مالا شكون؟ ليه ما عرفتش الشخص هذاك؟ انا تعرفت من بعد كي قلت لك اخذت التليفون وكل شيء، تعرفت على شخص اخر. هاي؟ من خلال فيسبوك. هاي؟ احكي ثم انسان قريب عليا شوي انت اشهر. احكي انا وياه قصام بلاني في الفيسبوك. مرة منهم نحكي من سجيت قال لي مانيش بيت حسيتك هكا هكا، قلت له الحكاية راه فيها وفيها دار نعمل فيه باش ناخذ. ما تقوليش قال لك ناخذك؟ اي ومشيت معاه في السنية هذيك باش انا نبعد على دارنا. وانت ماكش مقتنعة بالسيد هذايا؟ مانيش مقتنعة بيه. شهر عرفته الانسان هذيك، عملت هكاكة باش نهرب من دارنا. ولد بلادك من نفس المنطقة اللي انت فيها؟ مش ولد بلادي، اما بعيد عليا شوية. تو فما صورة انا ما فهمتهاش، تو داركم جابولك عريس كما يقولوا المصاروة، جابولك عريس فيه مواصفات لاباس عليه يهنيك غيره من اللغة الخشبية هذيك الكل. انت ما وافقتش عليه وجبت حد اخر واعطاوك لحد اخر. شفت انا بالطرق الكل مانيش باش نرجع لقرايتي ومانيش باش نشوف حل لحياتي. انا شنو عملت هكاك؟ مشيت مع الانسان هذيك وقلت الانسان هذيك باهي نحط حكيت نعرس في مخي، اوكي حطوا فيه اللي حكيت نعرس نعرس ما نبعد ما ناخوش الانسان هذيك اللي هو كان سبب باش انا نبطل قرايتي وباش نبعد على هو سبب معناه. انا حسيته هو المشكل الانسان هذاك، وفي نفس الوقت نبعد على دارنا على خاطر هما كانوا لابسين عليا بالطرق الكل، ضرب اهانه كلام. حبيت نرتاح، قلت لي سيرش نعرس تو كي نعرس تو نرتاح نورمال معني 15 سنة 16 سنة في الظاهر عرست انا راه. عمري 16 سنة ونص حبلة. بس انت صغير راك تحكي هكا زاد على جدو 15 ans 16 ans. انا قمت على دارنا، قمت الانتقام اللي قمت في الوقت هذاك وقت سن المراهقة نتاعي قمت فيها على دارنا. بالحق يمكن هما والدي وكل شيء، انا العنف اللي عشته وطريقة كلامهم لي وكل شيء ملقيتش الحن، ملقيتش كل صدر الحنين وكل شيء، وليت نقمع عليهم. انا ايش نقول لك؟ انا نمشي برشا مع الوالدين في حكايه المصلحه، اما حكايه انه يقدموا بنتهم ولا ولدهم كضحيه راهو لا يرضى بها لا ربي ولا عبيد. هذا المشكل الكبير برشا. الاج دو 14 ans 15 ans 16 ans بنيه مازالت تقرا، ثم قرايه، ثم مرحله القرايه، مرحله التخرج، مرحله الخدمه، مرحله العرس. ما نتدخلش انا في المواعيد هذه تجيب المكتوب، اما فما منطق، فما نوع من المنطق اللي لازم يصير. ما نجمش بنيه عمرها 14 سنه تقرا في الكوليج قول لها هذا راجل عرس بيه، لازمك تقوم بيه وتعمل واجبات زوجيه ولازمك ولازم ما تجيش. بنيه على جدو 14 راهي ما تنجمش تفهم هذا، وكل وقت لازم يتعاش. عمرك 10 سنين تعيش في عمر 10، كيما عمرك 40 تعيش في عمر 40 سنه، ما تنجمش تعمل لخبطه كيما نحكي به. تلقى روحك مع عرسه يا مدام وعندك صغير. اي هكاك حطيتي عرس سامحني. قلت لك ما عرفتش عرس كايها طفل راه معناها كل مرة تغربية الانسان هذاك في بالي انا باش نرتاح معاه كل شيء. قال لي لاباس بيا بداري بكرهتي نجم نقيم بمراه وكل شيء. شو طلع في الاخر؟ لا دار لا دار لا خدمة قارة معناها، حتى عرسي اللي هو عرس مؤلف وفرحة العمر يعني سميتها مش فرحة يعني انت جنازتي نهارتها هذيك وقت اللي عرست
وسيي ولبست الروب البيضة ذيك الكفن نتاعي حسيت وما هيش فرحة عمري. ايش نقول لك يا هند، في ظرف شهر انا ما نجموش نتعرف على انسان، انت حبيت تنتقم، حبيتش نلقى كلمه اكثر من كلمه تنتقم، حبيت تنتقم من داركم، بربشت لوشت لوشت يا اخي، قلت نمشي نعرس باي انسان يعرضني الاول، وهكا كنت ضحيه. عرست عادي، ما فما حتى تحكي انا انت تصديره هكيكا، ودخلت وقت اللي دخلت ما نفهم حتى موضوع من فيه ما حتى شيء، وقت السكر علي البيت بالحق من فيه ما حتى شيء. أنا عشت معاه من وقتها، تحملت المسؤولية وليت عملت شيء، معني لازمني أكون مسؤولة، لازمني صحيح يعني عرست، لازمني بالحق قم بواجباتي بيتي، لازمني نستحمل ونعدي وكل شيء. حتى كي عرست لحضرتي لأمي لأختي لبابا لأخويا لا علي علي ما عرف والله ما حضر لي حتى حد. يا اخي مش موافقين انت قلت عليه الرجل هذا؟ نعم مش قلت موافقين عليه يا هند؟ ليه لا ما هوش موافقين عليه الرجل اللي خليته، قالوا لي ليه تاخو كان هذاك، وانا عملت مشيت معاه بمنطق اخر هربت معاه باش عرس. مكسح قلبك. ايه انت مكسح قلبك. عشت بالحق انا عشت العيشة اللي عشتها بني باش يكسح قلبي، راه والله شوية والله شوية الكلام اللي نحكي فيه تو متاع انسانة والله موجع على الاخر. صورة طفلة عمرها نعرفش انا 13 14 سنين تلقاها قدام العباد تضرب، تلقاها تتهان قدام العباد، مش حتى وحدها نورمال عادي وحدي، أما قمة الإهانة وكل شيء عشها. إيه هند ألو ما زلت معانا على الخط هند يا عمر؟ نسمع خير. إيه ما زلت معانا على الخط، اقعد معايا هند. إيه أنت توا طلقة ولا في طور الطلاق؟ لا ما زلت ما طلقتش، أنا في الحكم، أنا نستنى في الحكم خاطر بحكم توا إضراب وكل شيء في الحكم. إضراب قضاة مازال. إيه كل مرة تتأخر لي قاعد الجلسة. عندك صغيرة؟ عندي صغيرة قبل بنتي طيحت معايا بيبي. داركم تقابلهم تشوفهم توا؟ رجعتوا على علاقة؟ ليه رجعنا و صحيح توا تقبلوا الموضوع. توا صحيح مكتوب أبقى في الدار لا خدمة لا خروج لا دخول، خاطر المرأة تلقى عنا هيبة هنا. نظرية خايبة برشا. توا انت يا هند يعني اللي خفت منه رجعت له، كنت قبل محبوسه مسكر عليك ربع حيوط صفكو، توا وليت مطلقه رجعت اكثر هكيك مطلقه وعندك صغير و حتى راجل حتى راجل خليته معناها باش يهنيني في بالي وكل شيء، ما عنديش نفس اللي كنت نعيش فيه في دارنا، نفس ضرب لا مصروف معناها لا قايم بواجباته اخر معناها شنو عملت يحيى الصغير من فرق. ماني مش تحملت مسؤوليتي وليت مثالش عادي، توني نصبر لازمني نصبر ما دام خليت هذيك، صبرت 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 ما للماكسيموم ما حبش يتصلح. ودار انت طلبت الطلاق يا هند ولا هو؟ لا مانيش انا طلبت الطلاق، اما هو طلب الطلاق خاطر حاول للماكسيموم انه يرجعني، بعصف 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 في الاخر ايف. علاقتك مع والدتك كيفاش؟ عادي. شوف اي ام تسمع فيك توا ولا اي بنيه تسمع فيك توا قدر اكد لك راهي تتعاطف معاك، قصتك خاطر مؤثره برشا، فما بالك بامك، امك اللي جابتك، امك اللي ما نتصورش انسان اخر ينجم يحبك اكثر منها هي. انا نتصور حتى لو الوالد نتاعك ولا عائلتك سامحوني في الكلمه عن خطا ولا عن جهل صارت الحكايه هذيا، انا نتصور انه الاعتراف بالخطا مش عيب، مش عيب راه الانسان كي يقول غلط غلط يا بنتي لما خليتك تعرس بالشخص هذيا، ولما لا تصير فرصه
للتدارك يا هما عرفتهم هما ما عرفوش ما عرفوش يعبروا لي اللي ما فهمونيش منطقيه اللي هما ما فهمونيش اللي هما كانوش لازمهم ان يعملوا هكاكه معليش نقم عليهم بالرغم اللي هما والديا اللي هما نعرفهم يمكن يحبوا لي الخير وكل شيء اما الخير مش بالطريقه هذه هاني قلت لك قد يكون عن جهل يا هند من عادات وتقاليد غالطه في برشا بلايص في برشا بلايص بالنسبه لهم هما طفله ما لازمش تفوت ال 16 الجهل ما يصلحش الجهل مره اثنين ثلاثه تشوف بنتك وصلت بها للتوب بنتي وصلت انتحرت على الحاجه هذيك ما يصلحش روحي ما نقولش بنتي تنجم تموت في لحظه اخرى بنتي تنجم تهبل والله وصلت بعد ما عدى علي وكل شيء بريد معنيها ما عنديش برشا رني وصلت معني حتى بنتي ما عادش حملتها ما عادش حامله حتى شيء نهار كان وانا نفكر على روحي الباب لان خرجت لندخل حتى الميزان وقفت من قلة الماكلة بنتي اللي هي بها امي وليت هيك راجع على روحي علاش انا هكا علاش البنات عايشين علاش البنات يخرجوا علاش البنات يقراوا علاش البنات يخدموا علاش كمان هكا عمري 20 سنين مش كبيرة شو الحل؟ شو الحل اللي تتصوره بينك وبين روحك؟ شنو الحل؟ ما عندي حتى حل اللي هذي هو مستقبلي ما عندي حتى حل اخر باش نخرج باش يبدو هما ما همش راضين علي انا باش نطلع نطلع نخدم عندي إرادة إني نجم نطلع نخدم ونجم نعمل أما هما ما همش باش يرضوا عليا هما ما همش باش هما باش يبقوا كيفاش كيما الشوكة هيك في الحلق كيما نقولوا فيها معناها ديما متبعيني مش مسيبيني معناها مش هيك الإنسانة باهي أنت توا بنتي برا أنت شوفي حياتك برا اخدم إجا نمشوا ندوشوا لك على خدمة وتنسي بها روحك أنا نشاطرك برشا يا هند إجا نقول لك خلينا نبداو نحلوا في اللحظه اللي انت فيها توا اكثر حاجه تنجم تعاونك وتنسيك اللي انت فيه هو انك تخدم انا معك انك تعاود حياتك قد تكون مازلت خارجه من صدمه هذيك مازال عليها بكري شويه اما الخدمه راهي مهمه بالنسبه لك انت بنيه عمرك 20 سنه تنجم تخدم تنجم تكون عنصر فعال برغم انه ما كملتش قرايتك راهو ما هوش عيب نشغلها مع الخدمه نحكي معهم نقولها ماما نحب نمشي نخدم مثالك انتم اوقفوا معايا بيه خويا ماي يمشي هو يدبر لي خدمه ندبر دار مع البنات نسكن فيها ونخدم ونجم عادي نجيكم حتى في نهارين في ثلاثة ايام المهم ماني على عيونكم نورمال عادي اعمل لي ليه بنيتي برا ذيوبه ياسر ما يرحموكش انت مطلقه زيد تهبط لي تطيح لي المورا ملي كان انت ما تنجمش تخدم في المنطقه اللي انت فيها يا هند فيش خدمه؟ ما فيهاش خدمه خدمت ايامات في الفلاحه معناها ما فيش خدمه قاره الفلاحه بحذنا معناها في دارنا ولا حاجه ما فيش خدمه قاره حسيتها كنت خدمه هيك الانسان معناها يولي يعيش منها يولي نجم عادش حتى في الدنيا هذه ما غير جيبك ما ينجم يعاونك حد والله ما يعاونك حد كان انت ما تخدمش وما تجيبش وما تعملش ما يعاونك شنو هو الميساج اللي تحب تقوله للوالدين في اخر جملتين باش نقولوه معاك يمكن اني صغيره في العمر اما التجارب عندي برشا بالحق تحب نقول اي ام تسمع في اي بو يسمع في اي سيرتو الام البو يمكن معناها نجم تأثر عليه الأم أما الأم اهتموا ببناتكم عرفوا كيفاش توصلوا المعلومة ديما عطوها في دير الحنين خاطر بالحق راهي ما تلقى حتى ما تلقاش أمها ما تلقى حتى إنسان والطفلة في نفس الوقت ننصح الطفلة قبل ما تعمل أي غلطة تحسبها 200 حساب ولازم ما يأثر عليه حتى إنسان وتكون قوية نتمنى لك التوفيق يا هند نشكرك برشا إن شاء الله ربي معاك تحية كبيرة لك يا هند شكرا لك ويعطيك ألف صحة قصة بنية دارهم عندهم دور كبير برشا في الحكاية صحيح هي غلطت أنها هربت أول إنسان جاء عرضها شر من زمان
شفت ساعات الانسان كي يصلح غلطه بغلطه اخرى راهي اكبر مصيبه تنجم تعملها، دمر حياتك. قد تكون الطريق اللي باش يمشي مع دارهم قد يكون خير برشا من الثنيه هي اللي كانت اختارتها. اول انسان تصور انتم مشهر بن زمان طف عرست